نقص الحديد بشكل عام من المشاكل الصحية التي تواجه العديد من الأشخاص، وحدوث أي خلل في مخزون الحديد في الجسم سواء بالزيادة أو النقصان من الممكن أن يتسبب في حدوث عدة أعراض مزعجة تصل إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل قصور القلب. يعتبر عنصر الحديد مهم جدا لجسم الإنسان، حيث أنه يقوم بدور حيوي في الجسم كنقل الأكسجين من خلال الدم وتوزيعه إلى خلايا الجسم المختلفة. ويساعد الحديد أيضا على إنتاج خلايا الدم الحمراء. وفي هذا المقطع سنتعرف على أعراض نقص مخزون الحديد وطرق علاج نقص الحديد في الجسم. تتعدد أعراض نقص مخزون الحديد في الجسم وتختلف من شخص لآخر على حسب عدد من العوامل، ومن أهمها ما يلي: أولا، تقرح وانتفاخ اللسان والفم. فعند حدوث أي تقرحات تظهر على اللسان من الدلالات على نقص الحديد في الجسم، بجانب التعرض لحدوث تشققات على أطراف الفم. ثانيا، شحوم البشرة وجفافها، حيث أن الهيموغلوبين يعطي خلايا الدم الحمراء لونها الأحمر، وبالتالي عند حدوث نقص في الحديد يؤدي لشحوب البشرة. ثالثا، الصداع والدوخة. هناك العديد من الحالات التي تسبب صداع والدوخة، إلا أن نقص مخزون الحديد يزيد من معدلات الصداع المستمر أو المتكرر. رابعا، التململ في الساقين. حدوث التململ للساقين من العلامات على نقص الحديد في الجسم، وهذا السلوك ينتج عنها الرغبة الشديدة في تحريك الساقين. وعلى الرغم من كونها شديدة الإزعاج للشخص، فيمكن أن تسبب عدم القدرة على النوم لبعض الأشخاص. خامسا، الشعور بخفقان في القلب. الأمر الذي ينتج من التغير في معدل نبضات القلب، وهذا الشعور من الأمور التي تسبب إزعاج بالغ للشخص المريض، وهو من الأعراض النادرة والقليلة. وهناك بعض الأعراض الأخرى والتي تدل على حدوث نقص في الحديد داخل الجسم، كالقلق وحدوث برودة في الأطراف. ومن الممكن أن نقص الحديد يزيد من خطر تعرض لإصابات عدوى أو الإحساس بالرغبة في أكل أغذية تتسم بالغرابة. إذا ظهرت عليك هذه العلامات، فأنت بالتأكيد تحتاج إلى إجراء اختبار نقص مخزون الحديد، ويطلب طبيب منك إجراء فحص في الدم. وهناك العديد من الطرق لعلاج نقص الحديد، وهي كالآتي: أولاً، يجب تعديل النظام الغذائي وتناول أغذية مناسبة تحتوي على الحديد، مثل الورقيات الخضراء والحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء والبازلاء والفاصولياء والعدس. ثانياً، تناول مكملات غذائية تحتوي على الحديد، حيث أنه من العلاجات الفعالة والسريعة والتي تعد الأكثر شيوعاً لعلاج نقص الحديد، حيث أنه من الممكن أن يحتاج الشخص الذي يعاني من مرض نقص الحديد مدة تصل إلى 6 أشهر لإعادة تعبئة مخزون الحديد لديه.